شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم